بصراحة شرفنا اليوم كمان إنه نكون في منطقة جيزان. المدينة هذه بصراحة الغالية اللي تستاهل إنه إحنا نعطيها كل اللي نقدر في هذا المجال. السوق لسه جديد وكبير والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله إنه قدرنا نساعد في إنه ننمي هذا السوق في المنطقة إن شاء الله تعالى. فنقول إن شاء الله إنه متوقعين بصراحة إنه نشوف الأثر قريب، ننمي المنطقة من ناحية المبيعات ومن ناحية التجارة الإلكترونية، وإن شاء الله التوفيق يكون حليف الشباب بإذن الله تعالى.